من التسعينات هو الأخ ديالي، من التسعينات هو الصديق ديالي، من التسعينات منقولش ليك هو كإنسان كعبد الرحيم التونسي إنسان خلوق، إنسان أصيل، إنسان فنان كبير. عاد وهو عبد الرحيم التونسي الإنسان الأصيل، إنسان اللي ما عمرني كنتسالو شي حاجة، كيجي يديني من قدام الموبل في كنسكن وكيديني كنخدم معاه وكيرجعني قدام الباب ديال الموبل وكيأدي لي الواجب ديالي. ما عمرو ما خلاني بلا كاشي ديالي. هذاك الانسان ما خلى علي حتى شي دين من ناحيه الفنانين والفنانات. هذاك الانسان اللي هو عالم من الاعلام المغربيه، رمز من الرموز الفنيه، رائد من رواد الخشبه. عبد الرحيم التونسي فنان مقتدر قادر، فنان اصيل، فنان اللي عطى لهذا المجال وفي هذا الميدان، فنان اللي خدموا معاه الكبار في المجال الفني، خدموا معاه الصغار في المجال الفني، خدموا معاه القدام وخدموا معاه الجداد، وما عمر شي واحد سمع من فمه باقي كيتسال لسي عبد الرحيم التونسي. سي عبد الرحيم التونسي ادى الواجب مع كل شيء، مع القدام ومع الجداد. سي عبد الرحيم التونسي الانسان اللي كيضحكك وهو مريض، كيضحكك وهو صحيح، كيضحكك وهو فراش الموت وفراش المرض. سي عبد الرحيم التونسي الانسان الخلوق اللي ربى وليداته وربى بنياته، احسن تربيه اللي ربى وليداته وربى بنياته على خلق حسن تبارك الله عليه وما شاء الله عليه. والزوجه ديالو اللي كانت له سند، كانت له الزوجه الام الصديقه ربت البيت، كانت سند ديالو في المجال الفني، سند ديالو في داره اللي كانت بالنسبه ليه الطبيب، كانت بالنسبه ليه الصديق، كانت بالنسبه ليه الام والصديقه الوفيه، ودارت معاه فوق جهدها ومعياتش كتقول راه با راه خويا راه صديقي ربت ولادي راه 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 رب البيت ديالي. نجات الله يرضى عليها كيف هو رضى عليها في حياته، ورضى عليها وهو مريض، ورضى عليها وهي مسانده في المجال الفني، ورضى عليه وهي مسانده في البيت ديالو، هي مرضيه. وانا كنقول لها سيري الله يرضى عليك نجات. وكنتمنى لجميع الفنانات، وكنتمنى لجميع الزوجات العاديات والزوجات الفنانات يعاملوا الازواج ديالهم كيف نجات عاملات الزوج ديالها السي عبد الرحيم التونسي، الاسطوره الفنيه، الرمز الفني الرائد من رواد الخشبه في الوقت اللي كانوا الفرق محسوبين على رؤوس الاصابع. كان رائد وباقي رائد، وحتى مات انا كنحسبه رائد، مات لينا رائد، مات لينا رمز. اخوان العزيز، للاسف اليوم المغاربه تعلموا على الوفاه ديال عبد الرؤوف. وعبد الرؤوف كان رجال ممثل وتيبين ديما للشعب شي حاجه جديده ديالو. مع الاسف المرض ديالو التالي مسكين اللي مرض، كان تيفرح فوقاش باش يعاود باش يبان الشعب المغاربه. حقيقه الله سبحانه وتعالى واليوم بان الوفاه ديالو. تنطلبوا الله يحقنا به مسلمين. هو عبد الرؤوف بيني وبينك الشعب دائما باش يبقى يفكروا بحال ما عمر مات، لان عزيز عن الشعب، عزيز عن المسكين، عزيز عن الضعيف. حنا تنتاسفوا هذا النهار اللي خص الممثلين يبانوا هذا النهار، وتبارك الله ماشي بلادنا فيها الممثلين وفيها هذا وفيها المخرجين وفيها ما بان حتى واحد. علاش ما فهمتش شي جوج الناس اللي بانوا مساكن تما الحال على خط كانوا الفلوس كنصيبهم هما الولا هنا. تاع الاسف تيتبعوا الماده. سي عبد الرؤوف عند الله سبحانه وتعالى اكثر من كل شيء. نعم، بالنسبه للمسؤولين كان شي واحد المسؤولين؟ المسؤولين انا ما شفتش، انا مسؤولين انا ما عنديش نذكر على شي مسؤول، ما كاين لا انا ما شفت حتى حاجه. ان هذه القضيه ديال عبد الرؤوف غتبقى في التاريخ، لان الممثلين ماشي يبانوها في المقبره. علاش ما يبانوش هنا؟ علاش ما ينوضوش حتى ما يخدموا الدور ديالهم ويقفوا في جنازه؟ انا جنازه هو اللي فيها اليوم دفن.
الجري ويشوفوا شنو عندنا هذا وشنو خاصهم وشنو هذا. هو ما غني لله على هادشي كله. مزقوق ساعة خلات الدوريه الصالحه الاولاد والزوجه هي بقات معاه مسكينه حتى توفى الله يجازيها بخير. وكانت تحسبوه واحد من خوها ماشي هذا. ولا تنقول الله سبحانه وتعالى الله يرحمه والاسف على الممثلين. ومازال تنقولها ما شاء الله على الدنيا الاخيره التالي سي بني علي سي خلي سي انا جاي الله يعاونكم. بصفتي عمي حمود عبد الرحيم الملقب بعبد الرؤوف تلقينا بحزن وبالم شديد وفاته المنيه البارح بالليل مع الوحده قل 25 الصباح وفاته المنيه اللي كان بطبيعه دائما كيدخل الفرحه للقلوب لا لينا حنا ولا المغاربه. حنا كشعب مغربي وكمغاربه قلوبنا كلها كان ديما الفرحه. ما عمرني شفت في وجوه الحزن بانه مريض. زرته كم من مرار سواء في الرباط سواء في الدار دائما الفرحه. واخر حاجه هو مريض وشديد المرض وقال لنا قالت له الزوجه قالت له راه ما كيتمشاش هنا ما كيقدرش يمشي. قالت له واخا يتمشى قال لي الطبيب يتمشى غير قال لي واش اللي كي يمشي فوق السدادر وهذا واش ما كيتمشاش. قلت له عم ما كيتمشى كان كيضحك معايا ديما الضحكه الابتسامه واخا في الم واخا في مرض وفاه دائما. وإنا لله وإنا راجعون. وكنشكر أول كلمة صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره اللي تكلف به شخصيا ودائما مكلف به مع مروت يعني تخلى عليه دائما مكلف به. وتا جابوه من الرباط هذه شي ثلاث أيام باش جا من الرباط بعد ما بعد تزاد عليه الحال جابوه البيت ديالو ووفاة المنيا وإنا لله وإنا راجعون. كنشكروا صاحب الجلالة الله يرحمه.